حفلة تعملت في الضلمة وممنوع التصوير والاقتراب، رقصت على واحدة ونص وظهور نادر لابنها ياسين، اتحولت لدي جي ومحمود الليسي خطف منها حضن مطرات مع كمبوسة وحكيم شعلل الحفلة. اسمها مكتوب بالورد الأحمر في كل مكان وتورتاية كبيرة مذهبة، ومسلم عمل اللي ما يخطرش على بال حد. لقطت من حفلة عيد ميلاد المطربة بوسي. إيه كواليس الحفلة؟ تفتكروا ابنها عمل إيه لما شافها بترقص مع حكيم؟ إيه حكاية مسلم اللي على طول بيعمل كده؟ يلا نعرف التفاصيل. عيد ميلاد المطربة بوسي عمل ضجة كبيرة قوي الساعات اللي فاتت وخلى سيرتها على كل لسان. أصل اللي حصل فيه ما كانش حد يتوقعه خالص، وعمر ما حد توقع إنها تعمل اللي عملته ده قدام ابنها ياسين اللي اللهم حسد عليه كبر وبقى عريس. المطربة بوسي قررت إنها تودع الأحزان والمشاكل اللي كانت فيها السنين اللي فاتت، وحبت تحتفل بعيد ميلادها وتفرح وتهيص وتنسى أي حاجة حصلت زعلتها قبل كده، وتدخل السنة الجديدة وهي فرحانة ومبسوطة. بوسي حجزت قاعة كبيرة قوي في أشهر وأكبر فندق بالقاهرة، والغريب إن اسمها مكتوب بالورد الأحمر في كل مكان في القاعة، ده غير البلالين المذهبة والسودة والشموع. ورغم بساطة الديكورات بس كان شكلها حلو وشيك، ورفعت شعار ممنوع التصوير والاقتراب. بوسي بقى لبست فستان مذهب قصير وليه كم واحد، وعملت مكياج خفيف قوي، ولبست شوز فلات علشان الرقص والتنطيط. ياسين ابنها لبس بدلة سودة وتيشيرت تحت البليزر وكان شعره كيرلي، وهو طبعا سند أمه وأملها الوحيد في الحياة. وبعد ما جهزوا وبقوا على سنجة 10، خدته هو وأخوها اللي شغال زي الجارد بتاعها كده، وفضل فضلها على طول وراحوا على الفندق. دخلت بوسي القاعة وكانت مظلمة ويدوب كان فيها نور شموع، لقيت بقى كل حبايبها مستنيينها وهما متشوقين عشان يشوفوها ويردوا لها الواجب اللي هي عملته معاهم في افراحهم وعياد ميلادهم، لان بوسي بصراحه بتعمل الواجب مع الصغير والكبير. بوسي بعد ما سلمت على الكل ما قعدتش خالص، فضلت واقفه وعماله ترقص على اغانيها، مره ترقص مع مديره الفندق ومره مع مسلم اللي كان واقف وشكله كان مكسوف قوي ومتوتر مع انه بتاع افراح واعياد ميلاد يعني. بعدها بقى الكل كان واقف حواليها وعملوا زي دايره كده، ومن ضمنهم كان المطرب حكيم اللي كان واقف يسقف لها وهي بترقص في نص الدايره، وهوب قامت خبطه نفسها فيه علشان يرقص معاها، وفعلا نزل رقص على واحده ونص. كل ده وابنها ياسين كان موجود وفي ظهرها بيسقف لها، وما رقص خالص لانه ملوش في الاجواء دي، مامته بعداه تماما عن الجو ده خالص. هوب بقى دخل محمود الليسي وخطف منها حضن مطرات كبيره قوي، وخد منها كمان كام بوسه ورقص معاها، واتجمعوا وطفوا التورتايه اللي كانت تقريبا عباره عن اربع ادوار. كملت بقى رقص مره مع ابنها ياسين، ومره طلعت وقفت جنب الدي جي واخدت السماعات منه وعملت فيها دي جي.